لماذا منه؟ لماذا أهمية المستوى الترابي في تنزيل السياسات العمومية؟ انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية للاعتناء بالتراث اللامادي المتنوع والمتعدد التي تزخر به بلادنا، والتي تمت ترجمتها من خلال مقتضيات قانون التنظيم 111-14 الذي أوكل لمجالس الجهة جملة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تهم المجالات التنمية الثقافية. حضرات السيدات والسادة، تبدو أهمية هذا اللقاء فيما يتيحه من فرص التواصل بين مختلف الفاعلين الثقافيين حول دور الثقافة في دور سيرورة التنمية، توخيا منا تعميق الالتقائية بين جميع من أجل تعاضد مستقبلي قادر على جعل الثقافة رافدا حقيقيا من روافد التنمية الترابية بإنرجية ومدخلا حقيقيا لمداخل النموذج التنموي الجديد ببلادنا بجهة أخرى. ليس خفيا على المتتبعين السياسات العمومية الترابية أن مجلس الجهة طنجة تطوان الحسيمة ومن خلال مخرجات دورة مارس 2022 قد عمل على تأكيد الحضور الثقافي في مسار التنموي للمجلس.